حلمي شوف قدميك تعال. أكبر حلم عندي أن أصير مافيا. هلا حلم بقلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا تمام بفيديو جديد. بدليني أنا ما جايبته بالحاوية. جايبين بسرعة حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا ألف خير يا رب وأنتم عم تحضرونا فيديو جديد. فيديو جديد لليوم هو عبارة عن رد على 100 متابع، احكي له القصة. يا جماعة أنا نزلت بوست عادي ستوري على الإنستا، نزلت صورة وكتبت عليها شو أكبر أحلامكم. فعلى كمية الأجوبة اللي إجتني إجاني فوق الألف جواب، إجاني خلال أجوبة، جاوبت على عليهم بالستوري، منه جاوبت ومنه ما جاوبت، فكمان قررت أعمل فيديو على يوتيوب وجاوب على 100 شخص منهم، طلع جبتهم على أحلامهم، في أحلام أحلام بتبكي، أحلام حلوة، أحلام مش عارفة هيك. ففائدة اليوم الفيديو هو انه نحن حننصح المتابعين بكل حلم هن بادروا له، اذا كان صح واذا كان غلط، من خلال يعني نحن معرفتنا بالنجاحات وكذا. فان شاء الله تحبوا الفيديو، اشتركوا بالقناه وصلوا على النبي، وصلوا هذا الفيديو قد ما بتقدروا من اللايكات، وكمان شيروا لكل اصحابكم واشتركوا بالقناه كرمال تكبر قناتنا، ونحن بدعمكم نكبر. وخلينا نبلش. طبعاً يا أصدقائي قد ما الأجوبة كثيرة فحنحطهم صفحات صفحات هون جنبي. يعني ثمان أسئلة مع بعض. يلا. أول حدا من أسماء أو أصير ممرضة وكثير شغلات بعقلي، بس بأمن أنتِ رح تساوي أكثر ما بحسن منهم. بعقلي بس ما بأمن أنتِ رح تساوي أكثر ما بتحسن من أحلامها يعني. أوكي. طبعا نصيحتنا لك يا اسماء انه ان شاء الله تحققي احلامك، بس بدك تستمري وبدك تتعمق كثير بهذا المجال، مو بس تكوني ممرضه، لا بدي يكون احلامك اكبر من هيك بكثير، تكوني دكتوره بروفيسور والى اخره من هالمجال. اللي بعده، حلمي ان تخلص الحرب في ليبيا، هذا حلمي الوحيد. اوكي، اول شيء تحياتنا لاهل ليبيا ولك. امين. طبعا هذا حلم كل البلاد العربيه، كل الناس بتحلم ان يكون اوطانها امنه، بس خلينا نبلش بنفسنا، بعائلتنا، ببيتنا، بالبنايه اللي احنا عايشين فيها، بالمجتمع اللي حوالينا. اللي بعده، اني ارجع على سوريا. الرجع على سوريا ما يحلم، سوريا فيها تحل الباب لاي حدا بده يرجع، ففيك ترجعي، وحلمك كثير بسيط. اذا كنت بنت او كنت متزوجه او عندك عائله ففيك تطلبي منهم هذا الشيء، او اذا رفضوا فانتظري اللحظه المناسبه اكيد، لانه بيكونوا عائلتك هن عندهم النظره المستقبليه اكثر لك، فانتظري رجعتكم. وهو مو حلم، هو ان شاء الله حقيقه وبتتحقق على كل السوريين. بعد، ليش بقي احلام تدمرنا؟ بقي احلام، احلامي اكثر. بعد، سؤال ما خصه بهاي، محمد بيكون حبيبك؟ لا. بعد، ما ضل في احلام تدمر مستقبلنا، خلوا عندكم امل يا جماعه. ايوه، خلي عندكم امل بس. احلامي يروح على حج، على الحج كعبه. اوكي، هو مو حلم، ان شاء الله الله بيرزقك وبتروحي، كلنا بنحلم نزور الكعبه وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. دوري. في ميدو كردي معلق لك اطبقك. هو قلت له منيح، كان منيح، خليه حلم يعني. اوكي. اكبر حلمي لسه عم فكر شو بدي احلم، بردي عليه يا جماعه. اكبر حلمي بفكر شو بده يحلم، اصور معك على اليوتيوب مع اني عندي 10,000 مشترك. ردي له. ما في مشكله ابدا. انا حلمي نجار خياط وارجع على سوريا. ما فهمت، بس انه اذا حلمك تتعلم النجاره والخياطه فالله يوفقك. اللي بعده، للدراسه. دراسه حلم؟ الدراسه ما هي حلم. دراسه كابوس. لا، مش قصه كابوس، بس هي بتوصلك للاحلام. دراسه كابوس يا جماعه. حلمي اصير مصممة ازياء. ردي عليها. لا، فكرة حلو كتير هالمجال، بس بده كتير تعب وكتير شغل وبده افكار كتير سهل، وكمان لازم يكون عندك مخيلة واسعة وشاطرة بالرسم. اوكي. جد انت بنت طيوبة، الله يوفقك بحياتك وتحققي يلي ببالك. كتير حلو كلامك، وميرسي كتير لكل حدا بيكتبني كلمة حلوة عن جد، كتير 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 بتعطيني هيك شيء حلو. ان اكون غني واسعد المحتاجين واكون مشهور بين العالم. هلا حلو حلم انك تكون غني وبدك تساعد المحتاجين، اكيد حلو، بس تكون مشهور بشكل، تكون مشهور كرمال انه انت عم تساعد. لا، ما زبط حلمك. اكبر حلم اني اصير دكتوره واكون لحبيبي يلي راح يصير عن طريق خطيبي.
اول شيء الله يوفقك بدراستك وتصير دكتوره، وقول لحبيبي كمان الله يوفقك انت وحبيبك، وان شاء الله بكون صادق ما بكون كذاب وبيجي ان شاء الله. اللي بعده، في احلام كثير بس الحلم الاكبر هو انه ترجع بلادنا، رد عليها ان شاء الله يا رب كلياتنا على هذا الحلم. مش حلم هذا ان شاء الله قريبا يعني، بس هو حلم يعني بالنسبه لعشر سنين حال. كمان حلمنا كلياتنا ترجع بلدنا امن مثل قبل وترجع بخير. غسان شو هالكذب؟ غسان حلمه غسان، هاي غسان. حلمي اكون احلى بنت. صعب كل حلو في ابني احلى من بعد. انستغرام يصير عندي متابعين. اشتغل على محتوى اكيد بصير عندك متابعين. اللي بعده، اللي ارجع على بلد يوصل معلمه انجليزي، ربي يوفقك ويحميك ويحقلك ببالك ان شاء الله. تسابر على وحلمك مو كثير صعب بس بده استمرار واجتهاد، الله يوفقك. اللي بعده، اني احفظ اللغه الايطاليه وانجح. اولا شيء كمان حلمك بده استمرار ونجاح اكبر، وحتى بدك اصرار على المجال اللي انت فيه، والله يوفقك وشغله سهله باذن الله. في حدا هون بس لغاني طريقه وبدات على انستغرام، بدي اقول لك انك متكبره ولا تحكي كلام طالع نازل. هلا بتقولي اذا مو عاجبك لا تتابعيني وحكي فاضي، حلمي ترجع سوريا مثل ما كان. هلا انا بدات عليها انه صوره تحقق حلمي اكيد، وثاني شغله بدات عليها انه انا بحب الاشخاص اللي بياخذوا فكره عن شخص بدون ما يعرفوا شيء عنه. جنى اقسم بذات الله يا جماعه، اكثر وحده مي مغروره ومتكبره وبترد على كل المتابعين، واتحدى انا اي يوتيوبر عنده فوق ال 20,000 وبيرد على حدا يا جماعه، وعنده على التيك توك نص مليون كمان، فاتحدى يلا. يا جماعه انا كمان هذا الفيديو عملته حطلع كل اسئلتكم، ما قدرت طبعا كلهم بالصوره. في شغله بس يعني، نحن ردنا على اجوبتكم هون على اليوتيوب بدل انه نحن ابدا ما بدنا مغرورين. حلمي احب بنت بجمالي. دور بتلاقي بعدها. أفكار ما في مثلي. نحتاج نزين. إني صير ممثلة أو بحب أكون يوتيوبر مشهورة. اشتغلي على هذا الشيء من صورة البروفايلك بينك إنه ما عم تشتغلي على هذا الشيء. إذا ما كنتي عم تشتغلي على هذا الشيء فمستحيل تحققي حلمك. الأيلاينر يا ناس، إنه يحل ما تحط الأيلاينر. لا الأيلاينر كنت حاطه أنا بالصورة فهي عم تتغزل فيني على الأيلاينر كيف طالع حلمك. أوكي ماشي 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 بشكل عام. بس بدي أشتغل أنا محل ما كنت أنا اللي حاطه الأيلاينر. أمي. امي يا جماعه ميك اب ارتست. يلا انه اضل عاشي على كوكب هالارض ما ان في كورونا قصص. لا لا بمزح. حلمي تردي عليه. ردين عليك. اللي بعده، حلم الاول خليك عليه. ايه حلمي شوف قدميك. تعال افكر اول شيء هي بنت شوف قدميك. حلمي انه اصير عندي سياره وصير ممرضه، انه انا عم ادرس تمريض. ان شاء الله بلحق حلمك وانه يصير عندك سياره. مش كثير حلم بيصير لها ان شاء الله. اني اسافر على حلب. ضرب حلب ومشيته كله شجر زيتون. حاجة تبكي حاجة تبكي للعيون. حلمي انه الكل يفتخر فيني على شيء انا انجزه وصير دكتوره، عن جد هي حلمي انا كمان بحققه. يلا اللي بعده، الله يوفقك يا رب. امين. انه يصير معلمة قرآن، واو عن جد حلم رائع، الله يوفقك بحياتك وان شاء الله تحفظ القرآن وتختمي بجميع القراءات وتعلمي فيه يا رب. اللي بعده، انه يصير دكتوره، الله يوفقك. يا جماعه كل انا عم تحلم تصير دكتوره. حدا يصير يعني حدا يصير هيك مثلا مهندس. عن جد حلو حلو والهندسه حلوه، على فكره ما بتقلي كثير عن الدكتوره. اوكي. التالي. لا. انا حلمي يكون كابتن الطيران، بس اهلي بيقولوا انا بنت ما بدي اصير كابتن الطيران، انا هي الكلمه كابتن ضلت صعب اضحك عليها. مش قصه كابتن، كابتن الطياره او كابتن طيار، لان هو الاسم الوظيفي رجال يعني كابتن طياره. اكبر حلم عندي انه اصير مافيا. هلا حلمي انا بدي اصير مافيا. حلمي يشفى بنتي ويجمعني باختي ويجيها لعندي على المانيا دولي، الله يوفقك ويشفى بنتي ويجمعك باختي. انه ما اشوف جودي بالمره عم تبكي او متضايقه وموجوعه، لانه هي كل حياتي. جودي ما بعرف كان في او شيء، بس الله يخليك اياها. الله يخليك اياها ويشفيها جودي مبارك بك. اتزوج الشخص اللي احبه، الله يجمعك فيه عن خير يا رب. اللي بعده، انت اتعلم تصميم مواقع الكبيره، الله يوفقك. حلو حلمها. انه ادرس علم النفس او صيدلانيه وكفي الترمينال على خير بس يخلص الوباء، شو تردي لها؟
ان شاء الله الله يوفقك. شو هذا كتف الانجليزي؟ اتزوج حبيبي. على فكره هذا كثير حلم ما حلم. انا اتزوج من يلي بحبه. على فكره كثير بقى العالم عم يتمنى انه اصير رفيقه انا وياكي خيك ونصير نصور فيديوهات انا لبناني من الجنوب. اول شيء تحياتنا للبنان، تحياتنا للجنوب، تحياتنا لك، بس نحن بطرابلس، اني ارجع بلدي واتعلم انجليزي. ان شاء الله يا رب. الله يسعدك عن جد، انت بنت تستاهل كل خير، انتبهي على حالك وسلمي لي على هذا الشاب يلي معك عن جد ابن حلال. تسلم لي يا رب دخيلك. انا برايي باي كمل. ليش؟ ما سلمني. طب انت ما بتقري. حلمي بالمستقبل طبيب اطفال. ما بعرف وين صار اساسا، هذا بيقرا هون. انا احلامي اكبر واشتغل واصبح معلمه او ممثله. الله يوفقك يا رب. ترجع سوريا مثل ما كانت ويرجع كل الناس اللي برا البلد ويخلص هالزربة احوج يا رب. يا الله ورجيني وشك بليز، اشوفك وش بوش ان شاء الله. فيك فيك. ان شاء الله بس نعمل تجمع يوم عرسي بيصير على مزاجي مثل كل النواحي. على فكرة انا هذا الحلم انا بأيدك، انه الله يبعث لي وحده مثلك بجمالك وبطيبة قلبك هذا يكفيني هذا الحلم. شكرا. بعد انا احفظ انجليزي ان شاء الله. امين. بعد حلمي يصير عندي اولاد. عن جد شيء بزعج. رجع لحد الوطن. امين. بعد اني احفظ اللغه الانجليزيه او الكوريه. حلمي اني اموت وانا ساجد لله في مسجد الاقصى. لاعب كره قدم. لاعب بده اجتهاد ورياضه كثير. بده كثير شغل. حلمي ما بقى انه ما بخلي ولا سوري محتاج، لا انا رديت عليه انه ليش بس سوري؟ ليش بس سوري محتاجين؟ في كثير عالم بالدنيا محتاجين. بس بشكل عام دخيلي خلالك. بعده ارجع لبلدي. امين. بعده اكبر حلم احلامي ارجع على سوريا. امين يا رب. اكبر حلم اني افتح شغل لوحدي. ان شاء الله الله يوفقك. اجتهد بشغلك اولا يعني عشان تثبت شغلك. ربي ربي امي تشفى واشوف بلدي العراق. صار 5 سنين ما شايف العراق وارجع على مدرستي. ربي يطلع كورونا من كل العالم. أمين. يا جماعة هذا مش حلم، أي حال بس عم بتمنوا يصيروا عندهم حياة مثل خلق. الله يا رب إن شاء الله تشفى أمك. هي حقوق وليست أحلام. صح. الله يشفيها يا رب. ليش ما عم تردي خاص خبرتك عاوزك الموضوع حبيبي؟ لما ردينا عليك ما رديت اللي بعده. إني صرت طباخة. إن شاء الله يا رب. عيونك. حلوين. هي لا أغني حلمي عيونك لي أنا كلمة تشوفك بس أنا. حلمي يصير قاضية بمناسبة سورة كيو. ثانك يو. ثانك يو. حلم قاضية ومحققة و ايه عن جد حلم. على هيك شيء مختلف. كل شيء بالقانون هيك انا بحبه. انه بتحس وضعي المالي واقدر اساعد كل الناس يا رب. حلم حلو هالفكرة. اللي بعد اني اشوفك ان شاء الله. اللي بعد على فكرة ما تخلوا احلامكم تشوفوا شخص كثير حلم ما بعرف شو بايخ انه يتحسن وضعي المادي واحسن اساعد كل الناس. على فكرة هذا العالم عم تحلم هيك عالم كثير عنده انسانية وانا بحييكم على هيك حلم. سيريو باي ما بعرف ليش بس باي. ليش انت ليش قلتي على حلم تركيا سخيف؟ ليش تركيا تختلف عن المسلسلات؟ اذا فعلا عم تحلم انها تروح على تركيا فقلت لها انه هذا مش حلم كثير كبير يعني وحلم سخيف انك تروحي لانه مش الممثلين بيشبهوا العالم ولا تركيا بتشبه اللي بنشوفه بالمسلسلات. اكيد حلمي الواحد اشوف المشاهير تخاف الله وتصلي وحاج كذب على بعض. هي نفسها اللي حلمت من شوي انه تصير طبخ. اخذ لبنتي اللي بحبها. الله يرحمه. اكبر احلامي اني ازرع لابي كليه. يا رب الله يشفي لك ابوك وتقدر تساعد يا رب. عن جد هيك احلام حلوه. عن جد. حلمي تردي علي. حلمي وصل 10 كي متابع انستغرام وحلمي ثاني اني اشوفك. اول شيء ال 10 كي على الانستغرام ابدا ما هو حلم كبير. منا الاكبر بغض النظر. وانه تشوف جنى او اي مشهور ثاني فهذا ابدا ما له حلم يعني. هذا منه شيء كبير يعني. مشهور شو بده يفيدك؟ هو فاد حاله بالشهرة، ما فادك لك، ما حيعطيك مصاري، ما حيحبك. انت حبه لشغله، ما تحبه لشخصه، حبه لشغله بس هذا بقول لك اياه. اخذ اللي انا بحبها وبعيش معها ببيت صغير. هذا حقوق يا رب، بعد. تخلص الحرب في سوريا وترجع مثل قبل وترجع نعيش مثل قبل. كمان حقوق ما يحلم، بعد. انه يصير عندي متابعين بتمنى دعمك. نحن بندعم الكل بس يكون عندك محتوى، اللي بعد. بضل اسمع صوتك. حط تيك توك وضل قلب تسمع صوته. يلا اللي بعده. احفظ انجليزي. كمان احفظ انجليزي اللي بعده. احلامي انه اقول لك مو حلم بس اقول لك تواضعي مع العالم شوي عادي. اوكي بيبي بدي اكتب لك بيبي بس بشكل عام. بيبي يعني بالتركي. شو تواضعي؟ ما بعرف يعني نحن هلا لو مانا متواضعين يا جماعه انتم بتعرفونا لو نحن مانا متواضعين ما ردينا عليه اساسا. اقل واحد مثلك. ان شاء الله. انا بس حابب اعيش حياتي اللي بدي اياها. اكيد.
ولا انسان ما في احلام، كل شيء محقق عندي، بس بحلم بتمنى الشعب يخاف الله شوي، تعرف تعرف الله حق. ان شاء الله ان شاء الله تحقق حلمك. مصوره على فكره، انت حلمك بغيرها، خلي حلمك بنفسك بذاتك. مصوره ان شاء الله يا رب. بالعكس اكبر احلامي انه اصير رئيس، بدي اصير سيده اعمال ناجحه برئيس الدولي يا رب. عن جد هي صار شيء في احلام حلوه. لهون بيكون خلص الفيديو، ردينا على اكثر من 100 جواب، ردينا عليهم ونصحناهم ان شاء الله. بس النصيحه الاكبر، استمر، ما توقف، سرع على قلبك، ما تخلي حدا او شيء بالدنيا يفشلك ويمنعك عن الشيء اللي تحققه. وكمان ما تخلي حلمك يشوف شخص او رجع على بلد معين، لا ابدا، لانه هدول من احلام، هدول حقوق كل انسان بتمناه لنفسه. بحبكم كل قلبي، كان معكم محمد كردي وجنى. وكمان لا تنسوا تصلوا على النبي وتشتركوا بالقناه تحت، حطوا لنا لايك، واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لنا بالكومنتات انه نعمل لكم اجزاء اكثر، لحتى كتروا لنا شوي الكومنتات يا جماعه، كثير قليل، نحن بنفتخر فيكم، بنحبكم كثير. ولهون بدنا نودعكم، وسلامات.